أما هلأ ميسان ننتقل لعالم الصحة والطب، يمكن المشكلة بيعاني منها كثير من الناس هي انتفاخ البطن، صحيح. وبتؤدي لكثير من المشاكل الهضمية بالجهاز الهضمي، ودائما أحيانا بيكون تشخيصها خاطئ، فبتلاقي الشخص ملبك ما بيعرف شو بده يعمل. بدنا نحكي أكثر عن هيدا الموضوع معنا أخصائية التغذية الدكتورة سواب الغبرة. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيكي. صباحكم يا رب. يسعد صباحك دكتورة. دكتورة، في كثير أشخاص، خلينا نقول يمكن حتى السيدات أغلبهم، بيقولوا أنا عندي كرش ما بعرف إذا أنا منفوخة أو أنا سمنانة، ودائما هي تعمل حالة قلق عند الجميع. يعني شو الفرق بين حالة إنه عن جد هذا الشخص عنده نفخة أو هي عنده كرش حقيقي؟ لا، هلا النفخة ما بتخبي حالها، إنه كثير بيخربطوا بين الكرش والنفخة. ممكن واحد نحيف جدا وبطنه لازق بظهره ويحس بنفخة، وهدول على فكرة الناس اللي بينزعجوا منها على فكرة غالبا بيكونوا ناس نحفة، لأنه الجهاز الهضمي تبعهم ضيق، الأنبوب الهاضم تبعهم عندهم ضيق، فقلل ما بتبين فورا على بطنهم. يعني بهالقصة هي النفخة شيء مختلف جدا عن الكرش، والإحساس اللي بتولده النفخة إحساس بيوصل لبعض الأحيان غير للتدشؤ والهي، عدم التركيز بأي شيء ممكن أنا أكون بين إيدي. فالنفخة اليوم جايين نحكي مو لأنه أنا أكلت فلافل وحمص وفول وبقوليات وأكلت خبز المساء. النفخة شغلة على فكرة إذا وصلت لمراحلها المتقدمة بتأدي لاكتئاب، بتأدي لشيء اسمه غصة أو تدشؤ، بتأدي لشيء اسمه عملية ضغط لعضلة القلب. لأنه بيصير عندك الحيز البطني أخذ رفع عضلة الحجاب الحاجز، بيخنق القلب، بيخنق وخنق، الوصول بتنقص الأكسجة بالدم، بتعمل مشاكل حتى نغزات من الصدر بتبلش مثل كيف سيخ اللحم اللي فايت من الصدر للظهر. صحيح، بيقولوا احيانا العقل عصبي عندي وتاب، في عالم بتفكر عندها وتاب وهو بيكون نفخه. وشو هالشكل اللي عم تجيني من ورا نفخه ما بينتبه عليها بزاويه قعر الكولون ولا بيحذر على حاله فيها. فهي الامور هي ان شاء الله حنحكي عليها اليوم بدقه. خلينا نحكي عن اسباب النفخه. يعني في كثير من الناس بتقول لك مثلا انا ما اكلت شيء، انا ما عملت شيء، في عندي نفخه دائمه. اسباب النفخه، لانه كمان احيانا بخربط الواحد بيكون في لخبطة شوي. هلا في 30% بتيجي من العامل الغذائي، بس 70% منها من نقص حمض المعدة، وهي العالم بدنا نحط عليها خطين، جاي ننبه هالأمور هي. كل الناس اللي بتعاني من حموضة معدة وبتاخذ أدوية معدة، على المدى البعيد بينقص ضخ الـ HCL بمعدتها. لأنه عندها أدوية، عندك إياها بتوقف، عندك إياها مضخة البروتون تبع الحمض. فشو اللي بيصير بقى؟ بفوت الأكل غير مهضوم، وبيصير عملية تخمر أكثر من الهضم. في عنا عمليتين حيويتين بالأمعاء الدقيقة. عملية الهضم هي أهم عملية بتملص الأمعاء الدقيقة، المادة الغذائية، المعادن، الفيتامينات، الأحماض الأمينية، السكريات وهالقصص هي. والعملية الأخرى إذا فشلت عملية الهضم، لأنه هذا الأنبوب لازم يضل مفتوح، إذا ما بدا إذا ما سلكه بالامتصاص حيسلكه شيء بالتخمر. تشتغل بقى بكتيريا الأمعاء. بكتيريا الأمعاء إذا بلشت تشتغل لازم تكون بكتيريا الأمعاء السيئة والضارة والنافعة بتكون أكثر نسبتها بالكولون بالأمعاء الغليظة. إذا بلشت الأمعاء الدقيقة تفقد وظيفتها ببلش النفخة تتجه من الأنبوب العظمي، الأمعاء الغليظة سميكة، عندها قدرة تتحمل الغازات والأمور هي كلياتها، وجدارها أسمك وأسخن. أما الدقيقة هي إذا تعبت بالغازات وبالتخمرات والتعفنات فقدت سكرت على الذغابات المعوية امتصاصها، وهون بتصير الأكل متعفن وواصل بواسطة وساطة حمضية عالية، ما قدرت، مو وساطة حمضية، وساط بإش غير مناسب أبدا للهضم، بتصير التخمر بقى. هون بيصير الإنسان بالون متكتل داخلي، يعني مثلا ممكن تطلع حبة على جلد الإنسان يقدر يعالجها لأنه ظهرت على خارج الجلد، لكن يوم تيجي النفخة داخلية هي لضغط عندي إياها جهاز عصبي رهيب جدا داخل الأمعاء، فبيبلش المزاج يختلف، بيبلش الشعر يهر لأنه بيصير عندك خنق للأمعاء الدقيقة، بسبب سوء الامتصاص، وبيصير عندي ضغط على الظهر، بيصير عندي أشياء كثيرة. الفكرة برجع بعيد، 30% من سوء الأكل، نوعية الأكل اللي ممكن أنا ما أهضمه، 90% من سكان العالم ما بيهضموا سكر الحليب،
فمنتبه أنا مادة الحليب مو كتير بشجع عليه بالأغذية. رب العالمين خلقنا ناخد حليب أمهاتنا لأول سنتين بحياتنا، بعدها منفقد عملية كفاءة الهضم تبع الحليب، صير منهضم كل أكل لحالة. وبيدخل الحليب مساء الحليب معظمنا ما منعرف نهضمه، هاي إذا كان نوعية أكل خاطئة. طبعا النسب الأكل اللي فيه كبريت نسبة عالية، رغم أنه في بعض المأكولات جيدة جدا مثل الملفوف مثل هالأمور هاي، لكن في أكلات فيها كبريت عالي كمان بتسبب النفخة، لكن برجع بنسبتها بقول هي ما بتتجاوز 30%. أول ما بده ينفرض على أي حدا دواء معدة ينتبه من عملية هلأ نعالج هذا الموضوع. أنا من الناس اللي بقول إنه أدوية المعدة جدا خطيرة على المدى البعيد، بترخي العضلات بترخي الأعصاب، بتروح للإنسان فيتامين B12 على المدى البعيد، لأنه ما بيعود بقى بيهضم اللحوم بشكل الصح، ما بيعود في تعقيم لأنه حمض المعدة مثل المعقم، لأنه هذا الأكل اللي عم يفوت تليان بكتيريا وتليان فطريات، هاي الحامضية العالية الـ HCL هذا بيعمل عندي تعقيم فظيع للأكل، فما بتتحمله أي بكتيريا عندي إياها. الإنسان اللي معاني من حمضة المعدة شلون بيعالج حاله؟ طب أنا ممكن هذا السؤال اللي ممكن يكون شو بدي حل عند الكل. يعني ما يعني أنا خليني بلش من حالي واسألك كأنه فعلا أنا عن هذا الموضوع. في أشخاص ممكن عندهم فتوح حجابية، أشخاص عندهم جرثومة معدة، جرثومة معدة، فهم بحاجة يوميا لأي دواء يعني واقي. في واقي صباحي، وفي كتير أشخاص بياخذوا سنوات طويلة. هي حضرتك عم تحكي عنها أنا مضرة، ما هي شو هي البدائل اللي ممكن؟ طيب إذا كانت الحموضة نتجت عن معالجة دوائية مثلا مثل الأسبرين، أدوية قلب، هالقصص أدوية مفاصل قوية، هذا علاجه مص الموز أو لبة الخسة قبل كل وجبة. إن كان ناتجت حموض المعدة عن جرثومة معدة مديدة المفعول وأخذ كورسات التهاب وما قدر عالجها، تتعالج بمادة اسمها البان الذكر أو عرق السوس. هدول المادتين بنطحنوا باودر وبتعبوا بكبسول وبنشربوا عن معوض مكان حبة المعدة، لأنه هذا علاجه غير هذا، هذا سبب التهاب جرثومي أو التهاب عندي إياها بالنسبة لي في ميكروب عم يهاجم، هداك لا دواء هرى رأس المعدة. إن كانت الحموضة عصبية جدا بيفيد مادة المردقوش. فبيعرف الإنسان أول شيء يعالج الحموضة. النقطة الثانية، الناس اللي عندها حموضة كتير مهم لها خل التفاح، أكيد مو خل التفاح يجي على الريق، يجي بعد الأكل أو بالسلطات. بتقلي أنا عندي حموضة كتير عالية، وين عم تقلي لي خل التفاح؟ ليعوض الحمضة اللي راحت عندك يا بأدوية المعدة. بس حتما بعد الأكل ومع السلطات ومع نسبة ألياف عالية مثل الخس، بس ما يكون الوريقات كتير كبيرة. الناس اللي عندها نفخة لازم ما تكون بالسلطات كتير تكتر الشغلات اللي فيها أوراق خضراء، في ممكن تتعرض لبكتيريا خاصة إذا مصقية من مياه مجارير أو هالقصص هاي. فالفكرة هي ممكن تكبر النفخة. في ناس تسأل عن البصل والثوم كتير بموضوع كبريت نسبة عالية. هلا بنرجع لحالة 30% اللي هي نوعية الغذاء. أنت بتعرف إنه هذا الشيء بينفخك، فأنت بدك تنتبه إنه بتاكله بكمية قليلة وما يجي مع وجبة غداء أو وجبة عشاء لتاخذ فائدته. مضغه كتير بيعمل عندك عملية كتير إراحة. الثوم بتعمل تدشؤ، بس أنا إذا أنت حاسس حالك الثوم بيعمل لك تدشؤ خده على الباودر، على الباودر ما بيعمل تدشؤ. المياه الغازية والعصائر كتير بتعمل نفخة وغازات. الفكرة الأساسية كمان اللي هو عنده سمنة معدة علوية أو طبقتين بطن، بيصير عندي الأكل الطبق الشحمي بيعمل عندك نفخة وغازات للداخل. فهي الأمور هي كلياتها كمان ينتبه الأمور عليها. وقت بيحس حاله إنه صار في زيادة نفخة وغازات وهالأمور، منقول الشغلة اللي بعد الأكل مباشرة الشاي مع الشمر. الشمر كتير بيعقم عفونة البطن وبيطرد الغازات. أول شيء بيتضايق منها، بس بعدين بيحس حاله كتير ارتاح. الشيء اللي بيهم أمره إنه هو ما يأكل على دفعات. الأكل على دفعات على فكرة بيروح شيء اسمه غازات البطن. شرب الماء مع تناول وجبة بنسبة عالية بيعمل كتير غازات بطن. مدى ما أنت المعدة حسيت حالك خنقتها من الفؤاد للبواب، عرف إنه فيها لبعد شوي نفخة عندك، في عندك عملية عدم تركيز. وقت بيصير الإنسان يصاب بنفخة وما عنده لا شاي ولا شي ولا هالأمور هاي كلياتها، يعمل تنفس بعمق بشكل عميق عندي إياها، ويحاول عندك يا يضغط البطن تبعه، أيوة، حتى يلبس مشد شوي. المشد شوي بيصرف الغازات بسرعة بمنطقة البطن. وهالأمور هاي كلياتها شوي شوي بيلاقي حاله. بس أهم شيء أنا جاي أحكي عنه إنه النفخة والغازات اللي هو بيعمل عندي مشكلة بيولوجية بالجهاز الهضمي هو
هو ينشأ عن أدوية المعدة. انتبه الإنسان ما يفرض في تناولهم هدول هالأمور هاي كلياتها. وهي مشكلة يمكن كثير من الناس بتاخذ أو غالبية الناس بتاخذ أدوية معدة بفكروها بتهضم وبتصير عشوائيه وأحيانا مشاكل نفسية بضربات المعدة. كل العالم تاخده لتهضم على فكرة. هو ظاهريا يهضم عندي اياها باطنيا يخرب. لانه ما بتتخيلي الفوسفات اللي بقلبه وهالامور هي شو بتعمل غازات بمنطقه الامعاء الغليظه بريحك بالمعده، لانه هو المعده بدها تتخلص منه باي طريقه لانه هو ماده قلويه ماده مو يعني بده مو وسطه فبتدفع الاكل معه للامعاء الدقيقه والامعاء الدقيقه تتصرف بها على كيفها. مهمه دكتوره بس يعني كمان ظاهريا في كثير بنسمع النساء الحوامل دائما عندها نفخه صح. بطن كمان إلى علاقة شو بدها تاخذ هاي؟ هون في اختلاف لأنه الغذاء بيكون محدد وبتقول لك أدوية كمان ما فيني آخذ والمنشأ نفسه ولا الأسباب نفسها. هلا أي حامل تعرضت لنفخة وغازات أي شيء ساخن بفيدها. يعني أي شيء حتى الشاي الأحمر. هي وصية الأمهات اشربي شيء سخن دايما. شمرة ينسون يمكن كمون أو شمرة. شوفي يا حرام حتى البابونج بأول فترات الحمل بيوسوسوا منها يعني. شاي اخضر نعناع اللي بدها اياه بس انا ما بقول لك اي شيء ساخن وضوضع ما مش اي شيء ساخن على البطن. شرب اي شيء ساخن بيسرع عمليه طحن الامور هي وتسريع تصريف الغازات من البطن فبفورا بيحس حاله انه تحسن. التنفس العميق شوفي في عنا قاعده فيزياء هذا كبير هذا بده يصغر. هلا كبر التنفس والقفص الصدري بيخلي الغازات تندفش لتحت. هاي كل هالامور هي قاعده يعني لا في ما في منها مهرب. فهي الامور شوي البسيطه مو ضروري اني انا فوت فورا على حبوب وقصص وسيار لا لانه في يعني كثير حامل عنده مشاكل وبيقدر الواحد يتاقلم بقى معه الوضع تبعه. دكتوره في بعض الاشخاص بيتضايقوا من هي 30% نسبه الطعام يلي حضرتك ذكرتيها بيلجأوا لموضوع الانزيمات الهاضمه او الخمائر الهاضمه. الى اي حد هي صحيحه بموضوع هضم الطعام وهل هي بتساعد فعلا الكولون على انه ما يصير في نفخه او لا؟ هلا هي كثير منيحه فكره بس هي لازم تكون مفعله بتصنيعها جسمنا يكون يحافظ عليه ويصنعها. في اشخاص يمكن عندهم نقص خمائر. اما وقت بيصير انا عندي نقص خمائر ايه بتتاخذ بس انا وقت بضل عم باخذها وتزداد عن حدها الطبيعي هون في فلورا اسمها فلورا توازن امعاء. هي هون بقى في عنا شغله انت شو نوع البكتيريا اللي ضايفه هي لانها انواع فبيصير عندك يا مكورات بتاكل مكورات فالقصص هي بيصير عندي لخبطه جرثومية بقلب الأمعاء هي عم تفوت بالملايين. لكن أنا مع اللي عنده نقص ياخدها اللي ما عنده نقص أبدا ما يكسل إنتاج أمعائه إلى لأنه هذا معمل جوا. أنا عندي نقص فيه بحل بعوض هلأ النقص. حتى أي شيء أي دواء هلأ من فشل الأدوية الهرمونية والعلاج بالأدوية الهرمونية إنه وقت بيفوتوا الهرمون البديلي ناقصه الجسم ما عم بيفوتوه مع منظومته الجسم بيفوته بتنظيم يعني نحن وقت فوت استروجين وقت تخربط الدوره بنخربط لها للانثى كل جسمها لانه بيضعف انتاج استروجين مبايضه وهذا اللي بيعمل مشاكل على المدى البعيد. ونفس الشيء بكتيريا الامعاء وقت عم تفوتي وقت عندي نقص عندي اياه وتوازنت وهالامور هي بدي روح شوف مين عم ياكل لي هالبكتيريا تبعي. هل انا اخذ دواء التهاب معين؟ هل انا عندي مشكله في نوعيه الاكل تبعي مثلا ما باكل لي بالاسبوع قطعه مخللاي صغيره ما باكل معلقه لبن مثلا؟ هذول شغلات لازم يكونوا موجودين موجودين جدا. وعلى فكره كثير مضروب المخلل بانه بيعمل نفخه ومضايقه. قطعه مخللاي بالاسبوع مره كثير بتعزز الفلورا الجيده للامعاء على سبيل انه جبنا سيره المخلل مع انه كل شيء عم يقولوا لك يا مشقات الفلافل فبيقول بعد عنا بس في شيء صح بالجسم. وان شاء الله كل ما كتر الانسان يعني انه يدور على الشغله اللي عم تاذيه هو بيعرف يعالج حاله بايده. معلومات مهمه اليوم كانت معك دكتوره صواب الغبره اخصائيه التغذيه. نتشكر على وجودك معنا ودائما للحديث تتم بحلقاتنا القادمه. شكرا كثير لك. شكرا كثير لك دكتوره على المعلومات اللي قدمتي لنا اياها.